بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الكارديك سايكل، وكلمنا الحصة اللي فاتت عن الكارديك سايكل سريعا كده. بنحب نراجع قبل كل حصة، هنراجع على ايه. كنا خدنا ان السايكل دي عبارة عن ايه، عبارة عن 8 مراحل. الكارديك سايكل دي عبارة عن 8 مراحل. كنا بدأنا بحاجة اسمها الايزوفوليميك كونتراكشن، اللي سلمت لها المرحلة اللي بعدها اللي اسمها الإيجيكشن. الإيجيكشن دي كان في منها رابد وفي منها ريديوست، والإيجيكشن سلمت لنا للمرحلة اللي بعدها وهي بداية الدايستول. والدايستول بيبدأ بمرحلة غريبة كده اسمها بروتو دايستوليك. بعد البروتو دايستوليك بيبدأ الدايستول عادي خالص زي السيستول بايزو فوليميك ريلاكسيشن. بعد الايزو فوليميك ريلاكسيشن بيحصل بقى الفيلينج اللي هو وقت الايه الدايستول، وده برضو بيبقى رابيد مثلا وريديوست. اخر حاجة بقى في الاخر في شوية دم بيبقوا، فبننزلهم بالاتريال سيستول. ادي كده الثمان مراحل بتوعنا. كنا قلنا البداية معانا اتريال سيستول، دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 7 8. كنا قلنا كل المراحل دي يا جماعة بتبقى حوالي كام؟ 8 من 10 ثانية. كل ده حوالي 8 من 10 ثانية. وزي ما انتوا عارفين ان اقصر مرحلة في دول كان اسمها البروتو دايستوليك، اللي 4% ثانية. طيب كنا بنقول عشان ما تصعبش الدنيا على نفسك، في الايزوفوليميك كونتراكشن والايزوفوليميك ريلاكسيشن الفالفز بتبقى كلوزد الاثنين. التو فالف بيبقوا كلوزد، الاثنين فالف بيبقوا ايه كلوزد. وبرده في الايزوفوليميك كونتراكشن وريلاكسيشن التو فالف بيبقوا ايه يا جماعه؟ كلوزد. فما تفكرش. ومع خبطه او مع قفله الفالف هيحصل الهارت ساوند، فعندنا مع قفلة هنا الأورطة والبلموناري هيحصل الفيرست هارت ساوند. قصدي هيحصل نتيجة قفلة مين يا دكتور؟ قفلة الميترال والترايكسبت، الميترال والترايكسبت. أما هنا نتيجة السكند هارت ساوند هيحصل نتيجة قفلة الأورطة والبلموناري. آدي كده، يبقى هنا بيحصل فيرست هارت ساوند وهنا السكند هارت ساوند. طب يا دكتور ايه كمان عايزين نعرفه؟ بقيه المراحل بقى يا جماعه، ومن غير برضو ما تفكر، الايزو فوليميك هنا الفوليوم ايه؟ الفوليوم ثابت، وهنا برضو الفوليوم ثابت، بس كل الفرق ان هنا الفوليوم ثابت وبيعمل ريلاكسيشن فالبريشر هيقل، لكن هنا الفوليوم ثابت وبيعمل كونتراكشن فهنا البريشر هيزيد. خلاص ادي الايزو فوليميك الاثنين خدناهم سهلين ما فيهوش اي كلام. طيب نيجي بعد كده على الايجكشن. الايجكشن عشان تعمل ايجكشن يبقى لازم يحصل اوبن للاورتك والبلمونري. يبقى مين اللي هيبقى اوبن هنا؟ الاورتك والبلمونري. وبالتالي البروتو دايستوليك هو كمان هيبقى اوبن الاورتك والبلمونري. طب مين اللي كلوزد؟ هيبقى الترايكسبت والمايتر. طب عشان تعمل فيلينج لازم تفتح الميترال والترايكسبت، يبقى هنا هتلاقي مين الاوبن؟ الميترال والترايكسبت. والاتريال سيستول اصلا بيكمل الفيلينج، فلازم يبقى فاتح مين؟ الميترال والترايكسبت، لان هنا الفيلينج بيحصل بحوالي 70% بالجاذبيه، وهنا 30% بيحصل الفيلينج لما الاتريم يعني يعصر نفسه بالسيستول وينزل بقيه ال 30%. كده احنا خدنا الفالفز. طيب بالنسبه بقى للفوليوم والبريشر، بالنسبه للفوليوم والبريشر، وانت بتعمل ايجكشن، وانت بتعمل ايجكشن اكيد 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 اتوقع ايه الفوليوم هيحصل فيه ايه؟ ها هيبدا الفوليوم يقل، ولما الفوليوم يقل اكيد البريشر هيعلى لدرجه انه يبقى يوصل
ل 120 و25، 120 في الليفت سايد و25 في الرايت سايد. خلاص؟ طيب هنا يا دكتور وانت بتعمل بروتو دايستوليك، هنا انت ولا بتعمل سيستول ولا بتعمل دايستول، فالفوليوم ثابت. حلو؟ والبريشر هيبدا يقل. ليه يا دكتور؟ لانك منعت السيستول، فمنعان السيستول يبدا ينزل لك مين؟ البريشر. طيب تعالى بقى في الفيلنج. عشان تعمل فيلنج يبقى لازم تستوعب كويس، وعشان تستوعب كويس الدم يا دكتور لازم توسع مين؟ ها؟ توسع الفنتريكل. يبقى وقت الفيلنج لازم الفنتريكل بيريلاكس ويوسع، يبقى الفوليوم هنا هيزيد. حلو كده ولا لا؟ تمام. طب نفس الكلام في الاتريال سيستول، بستوعب الدم يبقى لازم الفوليوم يزيد عشان يستوعب الدم، لان دي في الاثنين بيحصل ريلاكسيشن، وهنا برضو بيحصل ريلاكسيشن. طب بالنسبه للبريشر يا دكتور، البريشر هي اراوند زيرو هنا او هنا. اشمعنى يا دكتور؟ لاني الريلاكسيشن بيحاول يوسع حجم الفنتريكل فهيقلل لك الضغط جوه، ونزول الدم هيزود لك كميه الدم جوه الفنتريكل فهيحاول يعلي لك الضغط. فهو البريشر هيبقى ما بين نارين، يا ترى يقل بسبب الريلاكسيشن وان الحجم بيكبر، ولا يزيد بسبب ان الدم بينزل في الفنتريكل وقاعد يكتر. فدي الفروقات ما بين الايه الثمان مراحل. الموضوع بسيط، لما تيجي تدرس وتراجعه مره في الثانيه في الثالثه هتلاقي عباره انه لعبه بسيطه. طب يا دكتور انت لغيت كان في من ضمن المقارنه حاجه اسمها الاتريال بريشر، انت لغيتها ليه؟ انا مش لغيتها، انا هاخدها لوحدها، هاخدها لوحدها واقول لك هندرس دلوقتي الاتريال بريشر. اتريال بريشر it changes during cardiac cycle. يعني ايه؟ ايه اللي هيحصل في الاتريال بريشر during cardiac cycle؟ بنرسم لها رسمه حلوه جدا. ها كنا حافظين كده في الرسمة دي يا دكتور، وحافظين كلمة كده بتقولها AX VY، دايما الكلمة دي كانت بترن في دماغنا AX VY. فالرسمة بتاعتنا هنرسمها AX، اهي يبقى AX V، اهي Y، اهي يبقى الواي هي النازله والفي هي الطالعه والاي، ونفس الكلام الاكس هي النازله والاي هي الطالعه. يعني ايه يا دكتور؟ عندنا الاتريال بريشر بيعلى فيه الضغط ويقل فيه الضغط، لما يعلى الضغط يعمل لك موجه طالعه زي الاي وزي الفي، ولما يقل الضغط يعمل لك موجه نازله زي الاكس وزي الواي. حلو. وعشان ما تنساهمش، ها كنا قلنا الايه، تفتكر الاتريال كونتراكشن او سيستول، يعني مين اللي علق البريشر في الاتريوم؟ ها الاتريال سيستول. طيب الفي، مين اللي علق البريشر في الاتريوم؟ الفينس ريتير، الدم اللي راجع للاتريوم من الفينز. يعني الضغط جوه الاتريوم هيعلى مرتين، مره وقت ما يكونتراكت الاتريال سيستول، ومره لما الدم يرجع في الاتريوم اللي هو اسمه الفينس ريتير، فكميه الدم هتزيد جوه الاتريوم فترفع للضغط، فالضغط جوه الاتريوم بيعلى في الحالتين دول. طيب امتى الضغط جوه الاتريوم يقل؟ في دي وفي دي، في الاكس والواي. الاكس اللي هو الاتريال ريلاكسيشن، يعني لما الاتريوم يبدا الريلاكسيشن. طب وامتى يا دكتور برضو وكلمه الاكس تمشي لك مع الاكس اهي. طب وامتى برضو يقل هنا يا دكتور؟ قال لك في الاتريال امتنج، امتي امتي يعني تفضي الاتريوم. تفضي الاتريوم ازاي يا دكتور؟ ما احنا قلنا افضي الاتريوم يعني املى الفنتركل. لما باجي افضي الاتريوم الضغط جوه الاتريوم بيقل. يعني الواي دي بتمثل مين؟ ها مرحله الفيلنج اللي خدناها قبل كده، كنت باخدها باسم فيلنج قبل كده لاني كنت بملى مين؟ الفنتركل. لكن دلوقتي انا بتكلم على الاتريوم فبقول عليها اتريال امتنج،
اتريال امتنج، لاني انا بفضي الدم اللي في الاتريم بحطه في الفنتريكل. هي اللي كنا بناخدها زمان باسم الفنتريكولر فيلك. سهل الحفظ يا دكتور، لاني تفكرك بالاتريال سيستول، والفي تفكرك بالفينوس روتال، والاكس تفكرك بالريلاكس، والواي تفكرك بالامتي. يعني تحس ان هما كل واحد مميز. طيب دكتور، ده كده الاتريال بريشر تشينج. طيب دكتور انا برضو مش فاهم، قبل ما تقول لي فاهم ولا مش فاهم، انا عايز برضو اقول ملحوظه تانية. لقينا ان في ويف صغيره موجوده هنا يا دكتور، طالعه ونازله، اسمها سي ويف. اسمها ايه؟ سي ويف، وعشان هي بحرف السي خلاص، فهي بتمثل او السبب بتاعها هو الكاذب، الميترال او ترايكاذب. تاني، لقينا في ويف اسمها سي ويف، وعشان يا السي وعشان ما ننساهاش، سببها الكاذب. يعني ايه الكاذب يا دكتور؟ الكاذب هيحصل فيه حاجتين during the cycle، bulging و bulging. لما يعمل bulging لو افترضت ادي الاتريوم وادي الفنتريكل، لما القصب بيعمل bulging لفوق يطلع لفوق، حجم الاتريوم يقل، البريشر يعلى. حلو، يبقى during bulge البريشر عالي. طيب والعكس، لو افترضت ان القصب pulled down، يعني ايه pulled down؟ يعني نزل لتحت. مين اللي بينزله تحت؟ مصل اسمها papillary muscle، لما بتكونتراكت بتاخده معاها لتحت، فبالتالي حجم الاتريوم بيزيد، وبالتالي البريشر جوه الاتريوم بيقل. البريشر جوه الاتريوم بيقل لما بعمل له بولد داون. يبقى القصب ده يا دكتور بيعمل لي موجه طالعه ونازله، موجه صغيره. الموجه دي بنقول عليها سي، هي عباره عن بوزيتيف زي نيجاتيف، او اسندنج زي ديسند، بس سمول. الاسندنج بسبب البالج، والديسندنج بسبب ايه يا دكتور؟ بسبب البولد داون. طيب تعال نعرف الكلام ده فين في السايكل، الكلام ده فين في السايكل. بص يا ريس، الاتريال سيستول لسه قايل لك دلوقتي بيعمل لك ايه يا دكتور؟ بيعمل لك الطلعه اللي هي الاي ويف. فاكر لما كنت بقول لك الاي ويف هي الاتريال سيستول؟ يبقى الاتريال سيستول بيمثل لك الطلعه. طيب حلو، الايزوفوليميك كونتراكشن هو ده اللي كان بيحصل فيه القصب بيبلج، القصب بايه؟ بيبلج. والايجكشن هو ده اللي كان بيحصل فيه القصب بيبولد داون. وانا كنت حتى اشمعنى؟ لان في وقت لما الفنتركلي كونتراكت كانت البابيلاري بتكونتراكت تشد لتحت، الايزوفوليميك كونتراكشن لما الفنتركلي كونتراكت في الاول وهو اوضه مغلقه يخلي الفالف يطلع لفوق ويبلج. فالسي ويف بتتقسم لنقطتين، بولد داون وبلج. البولد داون في مرحله الإيجكشن، لكن اللي قبلها البلج في مرحلة الأيزوفوليميك كونتراكشن. طيب حلو، والإيه هي مرحلة الإتريال سيستول، وهم دول اللي يهموني. يعني بقيت المراحل ما تهمنيش قوي، يعني مش مهم أعرف الريلاكسيشن فين، ولا الفينوس ريتيرن، ولا الإمت، مش مهم قوي الكلام ده خلاص. يعني مش مهم قوي أعرف الباقي فين بالظبط. ليه يا دكتور؟ مش مهم اعرف ليه، يعني مش هيجي لي في الاسئله خلاص. دي حاجه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها. يبقى عرفنا ان هو بيبولج في مرحله الايزوفوليميك كونتراكشن، ويبولد داون في مرحله مين يا دكتور؟ ها، في مرحله الايجكشن. طيب من اول بقى وانت رايح في البروتو دايستوليك، في البروتو دايستوليك بعد كده الايزوفوليميك ريلاكسيشن. حلو، دول
الفينس ريتيرن يزود الايه البريشر، يعني دي بتمثل الفي ويف الفينس ريتيرن خلاص من اول دول. اما المرحله اللي بعدها في الفيلينج طبعا اللي هي الامتنج، ده هيقل فيها الايه البريشر. مرحله الفيلينج هي بالنسبه لي الاتل الامتنج هيقل فيها البريشر، لكن دول الفينس ريتيرن هيزود شويه الايه البريشر. قالي كده شبه الاتريوم بيحصل له ايه؟ الموجه بتترسم ازاي؟ الموجه بتترسم AX VY، احفظ. والاكس بيبقى فيها سي، السي بتمثل القصب، الاي بتمثل الاتريال كونتراكشن، الفي بتمثل الفينس ريتير، الاكس ريلاكس يعني وقت ما الاتريوم يبدا الريلاكسيشن، والواي بتمثل الامتنج او الفيلنج بتاع الايه الفنتر. مهم قوي الكلام ده يا جماعه، مهم انك تعرف دي في مرحله الاتريال سيستول، وتعرف قصه القصب دي بتتقسم في مرحلتين، وهو بيبلج في مرحله الايزوفوليميك كونتراكشن، وهو بيبولد داون في مرحله الرابيد ايجكشن. بعدين الباقي كله ما يهمنيش بنفس الاهميه. هتقول لي يا دكتور هو الاتريال يعني مثلا الريديوسد ريجكشن بيبدا تقل الدنيا وتعلى تاني في المرحله اللي بعدها بسبب الفينس ريتير، وبعد كده وقت الفيلنج تبدا تقل الدنيا تاني. طيب سؤال بقى يا دكتور، هو الاتريال بريشر ده ينفع اعرفه كلينيكال؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي الاتريوم والفنتريك، ادي الاتريوم والفنتريك، حلو. كلينيكالي الويفز دي هتبان ازاي؟ قال لك هو مين اللي بيصب في القلب؟ اللي بيصب في القلب الانفيرو فينا كافا والسوبيرو فينا كافا. طيب السوبيرو فينا كافا ده عباره عن ايه؟ عباره عن الانومينيت فينز، ارجع للاناتومي كده اسمهم انومينيت فينز. طيب وكل انومينيت فين دول عباره عن ايه؟ عباره عن جاجولر وعباره عن سبكليفيان، صح كده؟ ادي السبكليفيان وادي الجاجولر وادي الانومينيت وادي السوبيرو فينا كافا وادي الانفيرو فينا. المهم قال لك الويفز اللي بتحصل في الاثريوم هنا بتبان كلينيكال على جاجولر في، بتبان كلينيكال على جاجولر في، يعني الاتريال بريشر is transmitted to great vein as a jugular vein. يعني الموجه اللي انا قاعد بقولها لك AX VY بتظهر قوي على الجاجولار فين، فاقدر اشوف الموجه دي احس ان الجاجولار فين بيملى ويفض يملى ويفض AX VY. هو ده اللي عايزين نعرفه. طبعا الكلام ده مهم، مثلا مهم كلينيكال، ايوه مهم في ايه يا دكتور؟ مثلا حاجه زي الكاسب دي قال لك بتكبر جدا لما العين يبقى عنده مثلا ترايكاسبت ريجيرج، ارتجاع في الترايكاسبت. احنا هناخد الترايكاسبت ريجيرج، ارتجاع في الترايكاسبت هيعلي الموجه دي، هيخلي الموجه دي كبيره. مثلا هناخد مرض اسمه الاي اف اللي هو الاتريال فايبريشن اللي هو الاتريوم لما يفقد الكونتراكشن، هتلاقي ان الموجه دي ممكن ما تبقاش موجوده، absent A wave. يعني الكلام ده كلينيكال بعد كده لما تكبر هتلاقيه مهم، ان الاي ممكن ما تبقاش موجوده لما يبقى الاتريوم مش بيكونتراكت، والاتريوم فيه مرض بيخليه ما يحصلوش كونتراكشن اسمه اتريوم فايبريشن. السي ممكن تبقى كبيره شويه لما الترايكاسبت يبقى ريجيرج ومهوي، اذا هناخد الترايكاسبت لما يبقى مهوي كمان شويه. ادي كده قصه الاتريال بريشر تشينجز ديورنج كارديك سايكل. طيب في بقى عنوان تاني اسمه اورتيك بريشر تشينجز ديورنج كارديك سايكل، يعني الاورتيك بريشر. انت قاعد تكلمني عن الاتريوم والاتريوم مش عارف ايه والفنتركل، وقلت لي ان الاتريوم بيبان على الجاجولار في. طب تعالى بقى الاورتيك، الاورطة ما يتويش كتير يا جماعه، لان الاورطة البريشر جواه بيعلى قوي قوي قوي، وبعد كده يبدا يقل اللي يوصل كام؟ 80. يعني ايه؟ هو بيبدا 80 يعلى يوصل 120،
وبعدين يتنيه اللي يرجع كام؟ 80 تاني. يبقى الاورتك بريشر يا جماعه اللي هو الضغط في الاورت، ها ضغط فين؟ في الاورت. فين الاورت ده دكتور؟ ما هو الاتريم اهو، وادي الاورت اللي بيطلع كده ويعمل ارش وبعدين ديسندنج، وادي الناحيه الثانيه ده البلموناري فين. حلو، الاورت ده يا دكتور ماله؟ قال لك البريشر فيه، الاورت ده قال لك البريشر فيه بيبقى 80، يعلى قوي قوي قوي، يوصل كام؟ 120. امتى الكلام ده يحصل بالعقل كده؟ ايه اكتر وقت الدم بيتضخ في الاورطة؟ اكيد في مرحلة اسمها الايجكشن. طب رابد ولا ريديوز؟ رابد. يبقى الطلعة الجامدة دي قوي في مرحلة الرابد ايجكشن، وشكرا. حلو، اشمعنى؟ لأني لما السيستول قوي جدا ابتدى يضخ الدم بقوة في الايه؟ في الاورطة، فعلى الضغط جوه الاورطة ال 120، لأن الضغط ساعتها في الفنتركل برضه 120. لو رجعت في الرابيد ايجكشن اهو، كنت قلت لك الضغط في الليفت فنتركل كام؟ 120، فبيعلي الضغط في الاورطة هو كمان يبقى كام؟ 120. حلو؟ قال يا عم بيسموا الطلعة دي اللي سببها الرابيد ايجكشن، الموجة الطلع بيسموها اناكروتيك، اناكروتيك لمب، يعني الطلع بتاع البريشر، البريشر بيعلى ل 120. طب كل الفيزس بتبدا بقى من اول، من اول ايه ده؟ من اول الريديوزد ايجكشن، من اول ريديوزد ايجكشن تبدا الضغط يقل لغايه اما ينزل ل 80، لغايه اما ينزل لكام؟ النزله دي بيقولوا عليها كاتاكروتيك ليمب. يبقى الكاتاكروتيك هي النزله دي. حلو، الطلعه بنقول بتحصل فين؟ ها الطلعه قلنا بتحصل فين يا جماعه؟ الطلعه بتحصل وقت الرابيد ايجكشن، ومن اول بقى الريديوسد ريجكشن وانت رايح بعد كده بروتو دايستوليك، بعد كده ايزوفيليميك، مش عارف ريلاكسيشن، بعد كده فيلينج، بعد كده مش عارف اتريال سيستول، كل دول الاذر فيزيس كلها الكاتاكروتيك. ديورينج سيستول مع الانقباض بتاع القلب او الضغط بيعلى من 80 لكام؟ ل 120. يبدا اول ما السيستول يقل شويه، يقل شويه في الريديوزد حتى ايجكشن، وبعد كده يبدا القلب يدايستول، يبدا الضغط يقل من 120 ينزل لكام؟ ل 80. لغايه دلوقتي الموضوع بسيط، بس لسه في برضو تكايه زي السي ويف اللي خدناها في الاتريال بريشر. اسمها ايه بقى؟ اسمها نوتش وويف، بس يقولوا عليها دايكروتيك. اسمها ايه؟ دايكروتيك. فين الكلام ده يا دكتور؟ هتلاقي هنا يا دكتور في نزله وطالعه خفيفه كده تاني، او الجزء ده هتلاقي في نزله وبعدين طالعه خفيفه، بنقول عليها دايكروتيك. النزله بنقول عليها نوتش، اهي الحته النزله دي نقول عليها نوتش، الحته الطالعه دي نقول عليها ايه؟ ويف. فانا عندي حاجه اسمها دايكروتيك نوتش ودايكروتيك ويف. الضغط كده بتاع الاورتيك بريشر بيترنح ترنيحه خفيفه كده، اسمها دايكروتيك نوتش ودايكروتيك ويف. الكلام ده بيحصل امتى يا دكتور؟ ات ذا ايزو فوليميك ريلاكسيشن. ات ايه؟ ايزو فوليميك ريلاكسيشن. طب ارجع كده يا دكتور، فاكر لما كنت بقول لك الاتريال بريشر؟ خلي بالك الاي ويف وقت السيستول، السي بلج وقت الايزو فوليميك كونتراكشن، السي بتبولد داون وقت مين؟ الايجكشن. الباقي مش مهم قوي. ها وقت الامتي مثلا الواي ويف فالبريشر بيقل، خلاص الباقي كله بقى الفينوس ريتيرن بيعلي والكلام ده، خلاص دول غالبا مش هيسالك قوي فيهم، حتى دي ممكن ما يسالكش فيها. الثلاثه دول اهم ثلاثه،
طيب تعالى بقى على الايزوفيليميك ريلاكسيشن، بيحصل فيها دايكروتيك نوتش وويف بتاع الاورطة، مهم قوي. والرابيد ايجكشن ده بيحصل في الاناكروتيك لمب، بقيه الخطوات كلها بيحصل فيها ايه؟ كاتاكروتيك. ففهمني كده يا دكتور ايه حوار الدايكروتيك نوتش ويف؟ قال لك النوتش دي سببها ان في بعض الدم كان بيحاول يحصل له باك فلو immediately before closure of the valve followed by sudden cessation of the back flow. اما الويف بسبب elastic recoil of aorta. لا فهمني يا دكتور، انت عندك هنقسمه مو diacrotic نوتش وويف. النوتش البريشر هيقل والويف البريشر هيقل. طيب النوتش البريشر هيقل في الاورطة ليه؟ ادي القلب اهو، خلينا لسه نصه. وادي القلب اهو وادي الأورطة. ايه اللي حصل يا دكتور؟ قال لك سبب علو الضغط في الأورطة، طبعا ده كده بيبقى مقفول. قال لك بعد ما الدم دخل هنا في الأورطة، الأورطة كان ديستندد، فبيبدا الأورطة عشان هو فيه إلاستيك تيشو كتير، يعني فيه تركيبه ربنا خلقه مليان إلاستيك تيشو، إلاستيستي عالية فيه، عامل زي الأستيك يتمط معاك بسهولة. بيطلع بيرجع الأورطة كان ممطوط وقت السيستول، فيرجع يقل في الحجم بعد شوية، يحصل له حاجة اسمها إلاستيك ريكويل. الإلاستيك ريكويل تقلل حجمه، حجم الأورطة نفسه، فيزيد البريشر جواه، يزيد الإيه؟ البريشر جواه. امال ايه يا دكتور سبب النوتش؟ قال لك سبب النوتش ان الاورطه وهو بيقفل، الاورطه وهو بيقفل نزل لتحت شويه، حصل له زي باك فلو كده، نزل لتحت شويه، حصل زي باك فلو، فالباك فلو ده زود لي الحجم بتاع الاورطه، فزياده حجم الاورطه قللت لي البريشر. يعني من الاخر يا جماعه، من الآخر كده، أنا كنت ضخيت الدم في الإيجيكشن، حلو، بعد ما ضخيت الدم في الإيجيكشن، بعد ما ضخيت الدم في الإيجيكشن، إيه اللي حصل يا دكتور؟ أو عشان تبقى متخيل، أنا كنت ضخيت الدم فين؟ في الإيجيكشن. طيب الدم في الأورطة اتملأ، هنا كان لسه إيه؟ الأورتيك فالف مفتوح، يبدأ بعد شوية في الأيزوفيليميك ريلاكسيشن الأورتيك فالف يقفل، لما يجي يقفل يقوم عامل لك النوتش. الله، يعمل النوتش ليه يا دكتور؟ بيعمل النوتش الأول لأنه لما بيجي يقفل بيحصل شوية باك فلو، الفالف ينزل لتحت سن، فيزود لك حجم الأورطة فيقلل لك الضغط جوه الأورطة، يبقى النوتش سببه. وأنا بقفل الفالف نزل سن، فالفوليوم زاد، فالفوليوم زاد، فالبريشر قل. طب حلو قوي يا دكتور، هل ده بس؟ لا، حصل بعديها على طول ويف. ايه سبب بقى الويف؟ قال لك مش انت كنت في الايجكشن ضخيت دم جوه الاورطه؟ قال لك اه، فالدم جوه الاورطه هينفخه قوي، حلو زي البالونه، ويرجع في اول الريلاكسيشن في الايزوفوليميك ريلاكسيشن يبدأ الأورطة بالإلاستيك تيشو اللي جواها ترجع لحجمها الطبيعي، فالحجمها يقل، فيبدأ البريشر جواها إيه؟ يعني يبقى من الآخر كده، عشان تفهم لازم تفهم وضع الأورطة في الأول. أدي القلب أهو، القلب أصلاً كان بيعمل إيجيكشن، ف
في الرابيد ايجكشن، وده كان مفتوح. بعد شويه القلب حب يقفل، فلما جه قفل الاورطه قفله بس نزل لتحت سن، مش طبيعته. فالفوليوم هنا زاد، فالبريشر هنا قل، ده النوش. طب امال الويف؟ قال لك احسن في المرحلتين اللي فاتوا دي ودي، وانا بعمل ايجكشن الاورطه اتمط معايا، بعمل كده، وفي المرحله اللي قبلها برضو الاورطه اتمط معايا شويه، بعمل كده. هاجي في المرحله دي الاورطه ترجع لحجمها الطبيعي، ترجع لايه؟ حجمها الطبيعي. فلما ترجع لحجمها الطبيعي الحجم يبدا يقل، فالبريشر جواها يعلى، فيعمل الويف. دي اللي بنقول عليها دايكروتيك نوتش ويف. يبقى سهله يا جماعه. من الاخر، من الاخر اللي انا بقول لك عليه، احفظه احفظه. من 80 ل 120 ده وقت الرابيد ايجكشن، وطول بقى بقيه السايكل كلها الاورطه بينزل من 120 لغايه كام؟ 80. ما بيقلش الاورتك بريشر عن 80 يا جماعه. يعني لو انت خدت بالك الفنتركل الضغط فيه يعلى ل 80، لكن ممكن يقل لغايه زيرو. لكن الاورطه الضغط فيه يعلى ل 120 لكن ما يقلش اللي كام؟ 80. يعني الفنتركل اهو ضغطه علي 120، علّى معاه الأورطة. الفنتركل ضغطه زيرو، لسه ضغط الأورطة كام؟ 80. حلو. ونفس الكلام ده بيحصل فين؟ ها؟ بيحصل في الليفت اتريم. أنا كده بتكلم على الليفت قصدي. نفس الكلام ده بيحصل في الرايت. الرايت الضغط يعلى لكام؟ 25. ويقل لغاية كام؟ زيرو. في الوقت ده البلمونري بقى، هنشيل الليفت ونحط ايه؟ رايت. ونشيل اورطة ونحط مين؟ بالمونري ارتري. البالمونري ارتري دي بتبقى هنا كام؟ 25. بيعلوا مع بعض. لكن لما يجي يوطى يوطى لاخره كام؟ 10. ما ينزلش عن 10. خلاص؟ ادي الفكرة بتاع الاورتك والايه؟ والبالمونري. طيب ايه كمان يا دكتور؟ في حاجة اسمها بريشر فوليوم جراف او لوب. بريشر فوليوم جراف او لوب اوف الفنتركل. وخلينا نركز على الليفت فنتركل. يعني هنرسم رسمه بتمثل عندنا الفوليوم والايه والبريشر الاثنين. هترسمها ازاي يا دكتور اي؟ الافقي اللي هو الترانسفيرس ده بيمثل عندك الليفت فنتركل فوليوم، والرأسي ده اللي هو الفيرتيكال بيمثل عندك الليفت فنتريكل بريشر. حلو كده يا دكتور؟ حلو. قال لك الفيز الاولانيه هنقسم البريشر فوليوم، هنعمل يعني هنرسم السايكل، ويعني هنعمل رسمه مختصره للسايكل، والرسمه المختصره اللي هنرسمها دي من الاخر كده بتوضح لنا التغير في البريشر والفوليوم في الفنتريك. يعني الرسمه اللي انا هقولها لك ده يا دكتور بتوضح لك التغير في الفوليوم والبريشر في الفنتريك. ايه بقى الرسمه دي يا دكتور؟ هنرسم رسمه عامله زي البيت او زي المربع. كنا هنا 50، الفوليوم 50. حلو. اهو. وبعدين مشينا كده لغايه 120 او 100 وكام؟ و30. بعد كده طلعنا كده. بعد كده هنرجع تاني. بعد كده هننزل تاني. سايكل. طب فهمني كده يا دكتور، اتجاه السايكل ازاي؟ زي ما انا رسمها بالاسهم كده اهو. كل سهم هيسلم اللي بعده. الخط اللي تحت ده اسمه اي بي. الرأسي اللي بعده بي سي. الرأسي اللي بعده سي دي. وبعد كده دي اي. اربع خطوط. طيب دكتور تعالى نبدا بالخط الافقي اللي هو الاي بي. ايه اللي بيحصل في الاي بي ده يا دكتور؟ قال لك الاي بي ده يا دكتور اللي هو وقت الدايستول او الفيلنج. وقت مين؟ الدايستول
او الفيلج. طيب عشان الاتريا وقت الدايستول بيعمل ايه يا جماعه؟ الفنتركل معلش وقت الدايستول بيعمل ايه؟ قال لك الاي دي بتمثل الميترال وهو اوبن، والبي بتمثل الميترال وهو ايه؟ كلوزد. حتى انا رسم لك دايره بيضاء ودايره سوداء، الدايره البيضاء معناها انه مفتوح الميترال اوبن، والسوداء معناها انه ايه؟ انه مقفول. حلو. طيب دكتور فهمني كده، مش احنا كنا بنقول ان الفنتركل هيعمل دايستول؟ الفنتركل هيعمل ايه؟ دايستول. بدايه الدايستول بتاعك يا دكتور، عشان الفنتركل يعمل دايستول لازم ايه اللي هيحصل؟ الفالف هيفتح اللي هو اسمه الميتر، فيبدا الدم يعدي من هنا لهنا. حلو، ده الدايستول. طب والكلام ده يا دكتور اهو، يبقى الدايستول بيبدا بالاي ويف اللي هو فتحه الميتر، وينتهي لما الميترال ده ايه؟ لما الميترال ده ايه؟ يقفل. ادي اهوت، يقوم الميترال ده قافل. يبقى الاي ويف بتمثل الفتحه بتاع الميترال، البي ويف الميترال. حلو. لو تلاحظ ايه؟ لو تلاحظ ان الفوليوم بيزيد او من 50 ل 120، وبالرغم من كده البريشر شبه ثابت. فين يا دكتور؟ مع كل ده البريشر اهو، البريشر شبه ايه؟ ثابت. ثابت على كام يا دكتور؟ ثابت على كام؟ ها قلنا حوالي زيرو. يبقى طالما الخط افقي كده يا جماعه، ده بيمثل عندنا البريشر، البريشر هنا بزيرو، هنا زي هنا حوالي زيرو. لكن بص الفوليوم هنا بكام؟ 120، والنقطة عند ايه؟ ب 50، يعني هو كان 50 بقى الفوليوم بكام؟ ب 120. طب ايه اللي حصل يا دكتور؟ حجم الفنتركل في الوقت ده يا جماعة عشان بيعمل دايستول هيبدا يكبر. يكبر. كان بادئ 50، هيوصل عند آخر المرحلة دي يا جماعة، آخر لقطة فيها كان وصل هنا كام؟ 120. يبقى تاني يا جماعة، في بداية الاي ويف، الاي ويف دي بتمثل عندك الميتر الاول ما يفتح، الميتر الاول ما يفتح الفنتركل بيبدا يريلاكس. حلو، يبدا الحجم يزيد 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 لغايه اما يوصل عند البي. عند البي بقى يا دكتور ايه اللي يحصل؟ عند البي الحجم وصل ل 120 مللي، في حين انه في الاول كان 50 مللي بس. يبقى الحجم بيزيد. هتقول لي طب والبريشر؟ مش احنا كنا بنقول البريشر بيبقى اراوند زيرو؟ ليه؟ لان الريلاكسيشن بيحاول يقلل لك البريشر، والدم النازل بيحاول ايه؟ يزود البريشر، فالبريشر بيتني اراوند زيرو. يبقى يا دكتور انت من الاي بي سيجمنت بيمثل ايه؟ الدايستول. الاي بي سيجمنت بيمثل مين؟ الدايستول. اول الكيرف مايترال بيوبن، او الدايستول بدايته ان الميترال يوبن ونهايته ان الميترال يكلوز. طيب الميترال وهو بيوبن حجم الفنتريكل لا يتعدى 50، شويه بشويه ابتدى يكتر 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 لغايه ما وصل لكام؟ ل 120. يبقى الفوليوم من 50 ل 120. طب البريشر اراوند زيرو يا دكتور، ليه؟ ان احنا قلنا في حاجه عايزه توطي وحاجه عايزه تعلي. طب امال من البي للسي ويف؟ واضح ان انا اثبت على ال 120 اهو هنا برضه 120 وهنا 120، يعني الاثنين تقريبا 120، يعني الحجم من البي للسي ايه؟ الحجم من البي للسي كونستنت. امال مين اللي هيتغير؟ قال لك الضغط. شوف هنا الضغط كام؟ الضغط كان زيرو، وصل هنا لكام؟ ل 80. الضغط هيعلى من زيرو لغايه 80، والحجم ما زال ثابت. يبقى احنا في مرحله ايه؟ ده يا دكتور مرحله الايزو فوليميك كونتراكشن. مش كان الحجم ثابت والضغط بيعلى؟ الحجم ده ثابت والضغط بيعلى، دي مرحله الايزو فوليميك ايه؟ كونتراكشن. طيب من السي للدي منين؟ من السي وانت رايح للدي. قال لك الضغط كان بيبقى 80،
علي شوية 120 ونزل برضو عند 80، يعني البريشر يكاد يكون ثابت أو متغير تغير بسيط. لكن بص الحجم كان كام؟ كان 120 بقى كام؟ بقى 50، يعني الحجم بيصغر. امتى حجم الفنتركل بيصغر يا دكتور؟ وقت السيستول، لما الفنتركل بيعصر نفسه، أو وقت الإيجيكشن. لكن لما كنا في الاي بي كان وقت الدايستول او وقت الريلاكسيشن. خلاص. طب يا دكتور ميسيلي دي ها بتمثل وقت السيستول او الايجكشن، بدايتك هنا ايه؟ قال لك الاورتيك فالف بيوبن، مش انت تعمل سيستول يبقى الاورتيك فالف لازم يوبن، ودي الاورتيك فالف هاي كلوزد. طب الحجم، الحجم كان 120 او 130، قل لغايه 50. طب البريشر، البريشر كان 80 هيعلى 120 وينزل تاني 80. طب يا دكتور امال الفيز اللي بعدها ايه؟ الفيز اللي بعدها اللي هي مدي لي الاي، مدي لي الاي، تلاحظ كده ان الحجم ثابت والبريشر بيقل، حجم ثابت وبريشر بيقل. يا ربي سمعت الكلمه دي قبل كده، حجم ثابت وبريشر بيقل. هنا لما كنت في البي سي كان حجم ثابت وبريشر بيعلى، فاخترت ايزوفيليميك كونتراكشن. طب حجم ثابت وبريشر بيقل اختار ايه؟ اختار ايزوفيليميك ريلاكسيشن. هنا الحجم ثابت والبريشر قل من 80 لزيرو. هو دي يعني من الاخر يا جماعه، هو عمل لك رسمه للتغيرات في الفنتركل من حيث البريشر والايه والفوليوم. الرسمه دي حط الفوليوم على الافقي وحط البريشر على الراسي، وقال لك من الاول الاي للبي، وبعد كده من البي للسي، بعد كده من السي للدي، وبعد كده من الدي للاي. ادي التغيرات اللي حصلت، الرسمه البيانيه دي بتوضح لك التغيرات اللي حصلت. من الاخر كده يا جماعه، من اول البي للسي، من البي للسي اللي هي دي، بتمثل ايه؟ الحجم ثابت ولا لا؟ اه ثابت. والبريشر بيعلى ولا لا؟ بيعلى. حجم ثابت زائد بريشر بيعلى، يبقى انت ايزو فوليميك كونتراكشن. طيب تعالى على الدي اي، مالهم دول يا دكتور؟ برضو الحجم ثابت، برضو الحجم هنا تلاقيه ثابت، بس حجم هنا 120 مثلا، حجم هنا 50. الحجم في الاثنين دول ثابت بس البريشر قاعد بينزل، يبقى الفوليوم كونستانت والبريشر بينزل، دول مع بعض كده يعرفوك ان ده ايزوفيليميك ريلاكسيشن. خلاص. طيب امتى الفالف بيفتح؟ قبل ما اقول لك امتى الفالف بيفتح، هنا بقى الحجم كان 50 بقى 120. الحجم كان كام؟ 50 بقى 120، يبقى انت كده بتعمل ريلاكسيشن وش. يبقى الحجم كان 50 بقى 120، يبقى بتعمل ريلاكسيشن، يبقى ده مرحله الايه؟ الفيلم. طيب الحجم كان هنا ورجع هنا، قل، كان 120 بقى 50، قبل كده كان 50 يبقى 120، فانا فهمت ان انا بعمل ريلاكسيشن او فيلينج. طيب كان كبير وبقى صغير، يبقى انا بعمل ايه؟ سيستول. كان كبير وبعدين بقى صغير، يبقى انا بعمل ايه؟ كونتراكشن او سيستول. يبقى دي مرحله الايجكشن او سيستول، لكن دي مرحله الريلاكسيشن او الفيلينج. طب عشان تعمل ايجكشن وتقول يا هادي انا هعمل ايجكشن، يبقى لازم هنا اعمل اوبن للاورتك. طب عشان اعمل ريلاكسيشن او فيلينج، لازم هنا اعمل اوبن للميتر. موضوع بسيط،
هو من الاخر عمل رسمه بيانيه بيوضح الايه، بيوضح اللي حصل في السايكل، بس الرسمه البيانيه دي بتوضح الفوليوم بريشر والفوليوم بريشر، الفوليوم والبريشر تشينجز في الفنتريك، بتوضح لك الفوليوم والبريشر تشينجز في الفنتريك. تمام.